راقية ودرع الجديدة الراقية لتامر محمود إبراهيم بن عباس. لكل من ساهم، لكل من دعم، ولكل أشرفنا اليوم إذن على تكريم الفائزين في هذه المسابقة الوطنية من ثلاثة فئات، من كل من فئات الأصاغر والأشبال وكذلك الأكابر. عرفت هذه المسابقة مشاركة أكثر من 698 إذن مشارك، وتشرفنا إذن اليوم بتنظيم هذا الحفل بمساهمة كل من وزارة الطاقة والمناجم، وكذلك بمساهمة وزارة البريد والمواصلات، وكذلك جامع الجزائر. جامع الجزائر هو كما نصفه دائما صديق للبيئة وصديق للطاقة، ونحن نلتقي احتفاء بهذه النخبة من الفائزين في مسابقة وطنية للتربية البيئية. كنا 11 عضو وقمنا برؤية وتصحيح ومعالجة وتنقيط 73 فيديو، 73 عمل، من كل عضو في اللجنة قام بعملية تنقيط، وبعد بحساب المعدل خرجوا لنا 3 الأوائل من كل فئة عمرية، إضافة إلى أنه كانت عندنا فيديو واحدة مشاركة من ذوي الهمم، وكانت ممثلة عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، واللي ارتأت اللجنة أنه تكرمهم في هذا اليوم بهذه المناسبة. شاركنا في مسابقة وتحصلنا على المرتبة الأولى على المستوى الوطني، حفل رائع، تقديم جيد والحمد لله. فرحنا بوجودنا هنا وبتتويجنا في المراتب الأولى. الحمد لله كانت مشاركة أبنائنا بإنجاز سلة ذكية، هذه السلة من شأنها أن يعني تحافظ على البيئة وأن تكون صديقة للبيئة والتلائم مع يعني الواقع الذي يعيشه الفرد.